وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، ومع التطور في مجال الطب في إنجازات كتير اتحققت ساعدت ناس كتير. يعني مثلا أي حاجة ليها علاقة بمجال العظام والعمود الفقري كانت دايما لازم يكون فيها تدخل جراحي، وما كانش في حلول لمشاكل العمود الفقري سواء بقى الانزلاق الغضروفي أو الالتهابات. لكن دلوقتي الموضوع اتطور بشكل كبير في عالم طب العمود الفقري، وبقى العلاج بدون جراحة، وده اللي هنعرفه من ضيفنا دكتور سامي سالم، استشاري الأشعة التشخيصية والعلاجية ونائب رئيس رابطة الأطباء الألمان المصريين ومؤسس مراكز دكتور سالم للأشعة العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك، الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فندم. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. إحنا عايزين طبعا يعني نقول كده في بداية الحلقة إنه طبعا حضرتك صاحب مركز دكتور سالم في ألمانيا، وإنك عملت مركز زيه هنا في مصر. بالظبط، صح كده؟ طيب المركز لعلاج بقى ايه العظام والعمود الفقري والغضروف، يعني حضرتك ادينا فكره اكتر. والفكره اللي احنا كنا بنشرحها دلوقتي ان دايما حتى زي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل التصوير، انه اي حد دلوقتي عنده مشكله زي انزلاق غضروفي او كده بيخاف يعمل العمليه فبيعيش بقى متالم وخلاص. لكن بقى فيه دلوقتي حل وعلاج. تمام تمام. السلام عليكم ورحمه الله. أهلا، انا اسمي سامي سالم، انا كونسلتنت راديولوجي، استشاري راديولوجي وراديوثيرابي وعلاج الام. انا موجود في المانيا بقالي 38 سنه، اتعملت فيها الدكتوراه في الاشعه العلاجيه والاشعه التشخيصيه، وتخصصت في الانترفنشن راديولوجي اللي هي العلاج الأشعة التداخلية. بعد ما خلصت الدكتوراه وكنا بنعمل فاسكولار، وتخصصت في 15 سنة الأخرانيين في علاج العمود، آلام العمود الفقري والمفاصل. أنشأت المركز بتاعي في ألمانيا سنة أكتوبر 1992، وكانت من العوامل أو اللي خلتني أعمل المركز بتاعنا هنا في مصر إن فيه بيجيني عيانين كتير جدا من مصر، بيجيني من السعودية، بيجيني من الدول العربية، وبيجيني مرضى فعلا محتاجين العلاج في ألمانيا. منهم واحد من أعز أصدقائي يعني كان جاي عنده مثلا عيلة من 3 بنات، وجيه طبعا مشكلة ألمانيا هي اللغة الألمانية، وإن محدش بيعرف يتعايش، يعني حتى في إنجلترا ممكن واحد يتعايش شوية إنجليزي وبتاع، والعلاج بياخد وقت 3-4 أسابيع. فكان دايما النداء إن احنا نعمل حاجة زي موجودة في ألمانيا، والحمد لله ربنا وفقنا من سنتين، وعملنا الافتتاح في ديسمبر 2020 والبداية من سنة 2021. وهو طبعا عبارة عن كوبي أو نسخة طبق الأصل من الأشياء من مركز بتاعه في ألمانيا. عندنا كل الإكويبمنت، كل الأجهزة بتاعة التشخيصية، الأجهزة التشخيصية، وبالإضافة إلى ذلك الأجهزة اللي بنعمل عليها علاج العمود الفقري وعلاج المفاصل. احنا طبعا شايفين دلوقتي على الشاشة المركز، وشفنا الأجهزة دي، حاجات كلها يعني تشخيصية، أشعة وكده، تشخيصية وعلاجية. وعلاجية. آه. طيب احنا بقى يا دكتور عايزين نمسك الموضوع كده ايه بالتدريج، ونفهم ازاي اقدر اعمل علاج بديل عن العملية. اولا قرار العملية بالذات عندنا في ألمانيا يعتبر من اواخر القرارات اللي احنا بنتخذها في اي مريض، ده بغض النظر عن العمود الفقري او الركبة او الكتف او الى اخره. دايما في حاجة بنعالج الحالة دائما وابدا، بداية بالعلاج التحفظي. ايه بقى العلاج التحفظي؟ العلاج التحفظي كل حاجة ما عدا الجراحة. يبتدي بالعلاج الطبيعي، بيبتدي بالمشي، يبتدي بالسباحة، يبتدي ووتر جيمناستيك، يروح يعمل سباحة يقوي عضلات الظهر، حتى الأكوبانكشر اللي هي الإبر الصينية، كل دي حاجات من العلاجات التحفظية. وأخيرها اللي أنا بعمله اللي هو حاجة اسمها مينيمال انفيزيف، بخش بإبرة رفيعة جدا بعالج التهاب العمود الفقري أو التهاب اللي هو ناتج عن الانزلاق الغضروفي أو الخشونة في المفاصل اللي بتشيل الجسم، فنتيجة الخشونة دي بيسبب نوع من الالتهاب في العصب. ده بنعالجه عن طريق إبر، بنحقن فيها مادة بتعالج هذا الالتهاب والألم بيروح بعدها.
وطبعا دي من اخر المراحل، بس طبعا الـ 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 العلاج ده هو حتى بنعمله ككونسلتنج، يعني كذا دكتور بيكون مشترك في القرار، يعني انا ما بقررش العلاج ده لوحدي برضو. اه طبعا. دكتور احنا شايفين دلوقتي ده العمود الفقري بالظبط كده، دي اللي هو العصب اللي هو الاصفر دوت، والحته الحمراء دي عباره عن انزلاق غضروفي وضغط على العصب. هو ده وهو نتيجه الضغط ده بيحصل نوع من الالتهاب، والالتهاب ده هو سبب الالم والتنميل والشلل و الى اخره. احنا بنعالج الالتهاب ده هوت بان احنا بنخش من عن طريق الكمبيوتر توموجرافي اللي هو عن طريق الاشعه المقطعيه عشان نوصل الى العصب ده هوت بدقه، وبنحقن مادة تعالج هذا الالتهاب، وبالتالي اللي ما بيحصل الالتهاب ده بيروح، العصب نفسه بيكش وترجع هذه الغضروف يبتدي يرجع إلى حاله ويضغط ويقل الضغط على العصب. يعني الحقن بيبقى في الأحمر ده؟ في الأحمر ده بالظبط. لا، الحقن بيبقى على الأصفر. على الأصفر اللي هو وبنحقن برضو مادة علشان الخشونة بتاعة العمود الفقري، بنحقن مادة في نفس المفصل اللي هو بيشيل الجسم لأن في خشونة والغضروف نفسه متآكل، بنحقن مادة حاجة اسمها هيالوريك أسيد، عبارة عن مادة هلامية بتساعد إن المفصل نفسه يرجع إلى الليونة بتاعته. طيب حضرتك يعني لما بتحقن هل دي عملية؟ هي تعتبر يعني بديل العملية. طبعا هي مش عملية. تعتبر ايه؟ بديل العملية. بديل وبعدين الحقن ما بيبقاش مرة واحدة، الحقن بيبقى حوالي 3 مرات، وبعد ال3 مرات أنا بشوف المريض مرة تانية وأقرر إذا كنا خلاص خلصنا العلاج 3 مرات أو إذا كنا هنكمل كمان 2 أو 3 مرات. يعني الحقن ده بيكون ببنج كلي؟ لا، ولا بنج كلي، الحقن حضرتك لو في عندنا فيديو حضرتك بيتكلم وهو قاعد، وهو بيتكلم ومفيش حاجة خالص، وحتى بيقعد بعدها بيستنى عندنا في الانتظار لمدة 3/4 ساعة، وقبل ما يمشي انا بتاكد ان هو خلص الوقت دوت ومفيش اي اعراض كومبليكيشن. هو كده عملها خلاص؟ اتعملت خلاص، هي بتاخد يعني ولا بنج ولا حاجه؟ لا، هو بين كل موضعي. لا موضعي عشان ما احسش بالشك وخلاص. لكن حضرتك يعني هو كل الـ هو صاحي وبيتكلم وبيقول ولا لا ولا صح، يعني حضرتك العيان بيبقى اوير بكل حاجه. يعني بيبقى هو طول ما هو نايم على الترابيزه في وقت العلاج بيكون حاسس بكل حاجه. الواحد لما بيشوف شكل الحقن ربنا يشفي كل المرضى يا رب. وبس يعني دي بقى دي كان هي دي العلاج البديل بالزبط. بيتعمل ده بعد ما بنخلص الحقن اللي هو 3 مرات بنبتدي بنعمل حاجه اسمها اورثوفولت راديو ثيرابي، دي اشعه علاجيه بنعالج بيها التهاب المفاصل. والحقن 3 مرات بيبقى على كذا يعني على كل مره في الاسبوع، مره في الاسبوع او مره كل 5 ايام حسب ما انا اقرر. وبعدها بقى يقعد بقى كده ايه طول العمر ولا 2 3 مثلا؟ والله هقول لحضرتك حاجه، بصي هو الغضروف عباره عن مرض، عباره عن ضعف في الـ الانسجه اللي فيا اللي محيطه بالغضروف نفسه. فعباره عن الويكنس ده موجود. حتى اللي بيجي له في العمود الفقري انزلاق في القطنيه، بيجي له في العنقيه، بيجي له في كل مكان. فاحنا عندنا قناعه ان ده سيستميك ديزيز موجود في كل العمود الفقري. فاحنا ما نقدرش نعمل هنا ونعمل هنا ونعمل هنا، فهياخد وقت. هو الاكثر حاجه تقلل هذه الامراض انك تقوي عضلات ظهرك. احنا عندنا مشكله ان ده سيفيلايزيشن ديزيز، ده نتيجه التقدم. احنا بنمشي بعربيه ما بنمشيش، الامريكان بيروحوا جو ان بيخش ياخد الماكدونالد ويمشي ما بيمشيش حتى على رجله. الامراض دي ما كانتش موجوده في المانيا من قيمه 50 سنه. ف50 سنه كان الطفل بياخد معاه الشنطه القماش ويروح المدرسه يمشي 12 كيلو. كان يبقى مثلا مدرسه في اولم وهو في قريه في اخر الدنيا، يروح مشي ويرجع مشي. لما ربنا كان بيروح بعجله. لكن العربيات دي طبعا لازم، المشكله ان ده فعلا مرض العصر. هي اللي عملت الامراض يعني بالظبط التطور، وهو ده التطور. انت حضرتك شوفي من 50 سنه ما كانش عندنا الامراض دي في المانيا. الالمان كانوا يقول لك لا ده مرض جديد خالص، برضه لان المشي والحركه و الى اخره دي اكتر نوع بيقلل الامراض ويقلل الضعف في المعضلات العمود الفقري. والانزلاق الغضروفي بقى يا دكتور
ما هو ده ما هو نتيجة ان ضعف العضلات بيحصل انزلاق غضروفي. يعني حضرتك انت لو شفت الصورة ديت ان العضلات دي هي اللي بتساعد ان المريض يشيل جسمه. فلما بيكون العضلات دي ضعيفة لان انا ما بحركهاش خالص ما بتمرنش فبيحصل او عملت حركه غلط او حملتي لا ما هي الحاجه هي هنا اصلا ضعيف فاي حركه غلط بتروح مطلعه الحته الحمراء دي اللي هي تعتبر انزلاق غضروفي بتروح ضغط على العصب وطالما في ضغط وفي هنا هوت فبتبقى دايما في التهاب وهذا الالتهاب هو سبب المشكله والمريض بيبقى عنده التهاب ما بيبقاش قادر لا يتكلم ولا يتحرك ولا يمشي ولا ويحصل تنميل وبرضه ممكن يحصل ضمور في العضلات. احنا بننام على بطنه زي ما حضرتك شفتي بنخش بإبرة عشان نعالج التهاب العصب وبالوقت اللي طبعا التهاب العصب بيروح فنفس النيرف روت اللي هو العصب بيرجع حجمه الطبيعي ما بيحصلش حك والالم بيروح ونقول له بقى تروح تعمل علاج طبيعي تروح تعمل تمرينات تقوي عضلات ظهرك تمشي في الميه علشان تعوم عشان في الحاله دي بتعمل بترجع العضلات اللي هي الاساسيه ترجعها الى حالتها الطبيعيه. طيب ممكن مثلا حد برضو يقول بس عندي تخوفات من حاجة زي كده حضرتك تقول له ايه؟ اقول له لازم يجي اول مرة يجرب. هو كل الناس عندها تخوفات طبعا من هو كل حاجة مش عارف احنا بنخاف من كل حاجة بنخاف من كل حاجة بس هي المشكلة ان حضرتك طالما ما فيش اي نوهاو ما اي حد عارف ايه بالظبط. يعني بقول لحضرتك انا ما بعملش دعايه في المانيا الالمان بيجي لان واحد زميله راح خف وجالي يتعالج مثلا من الفروزن شولدر ورجع وبقى كويس قوي من غير ما تعمل له عمليه. فحضرتك لازم يكون حد عنده الخبره او التجربه ان هو جرب وبقى كويس وما حصلوش حاجه. وبعدين في الغالب فعلا العيان اول مره بيفتكر الدنيا كلها هتتهد وبتبقى لكن اول ما بيتعالج اول مره بيقول خلاص خلصت ما بيبقاش مصدق. هي حضرتك بتبقى ابره بقول له زي الناموسه كده هتحس بتاعه ممكن يكون ضغط شويه وخلاص وانتهى. فهو طبيعي ان الانسان طبعا بيبقى خايف من اي علاج جديد هو ما يعرفوش بس انا اوبليجات في المانيا او هنا لازم بفهم العيان انا بعمل ايه واقول له الكومبليكيشن ايه والاضرار بتاعتها ايه ووجبي كطبيب بعالج لازم اقول له على البدائل واقول له في بديل كذا وبديل كذا وفي بديل عمليه. يعني انا لازم كطريقه علاج في المانيا ما بقولش العلاج بتاعي بس واخد بالك حضرتك لازم بقول له العلاج البديل العلاج البديل ده لازم بقوله له وانا بشرح له الاعراض بتاعه الالم بتاعه والعلاج اللي انا بعمله والمضاعفات بتاعته. والنسب النجاح يا دكتور؟ والله الحمد لله نسب كويسة أدعي أنها تكون كسب كويسة جدا. حتى اللي بنقول عليها بتفشل بنرجع نكررها بعد مثلا 3 4 5 شهور لكن في الغالب العام بيبقى كويس جدا وبالذات لما بنضيف عليه اللي هو الأورسوفولت راديو ثيرابي اللي هو الأشعة العلاجية لعلاج التهاب المفاصل لأن طبعا خشونة المفاصل دي ملهاش علاج. فإحنا بنحقن فيها جوه المفصل نفسه نوع من المادة الهلومية عشان نزود اللوبريكانت اللي هو بيخلي المفصل كويس وبعد كده في الاخر بعدها بنعمل 12 جلسة على المفاصل بحيث ان احنا نعالج الالتهاب المصاحب ليه. طيب ويا دكتور يعني حضرتك بتقول ان ممكن حد مثلا ما تنجحش فبنعيدها تاني صح لكن لو ما نجحتش وبنعيدها تاني هل ممكن تعمل ضرر؟ لا اطلاقا اطلاقا. هو حضرتك احنا يعني احنا بنعمل مليمتر ورك يعني احنا بنخش بالابره الى مكان اللي فيه التهاب يعني حتى ما فيش حتى شك ان احنا نروح مكان تاني غير اللي احنا بنحقن فيه. طيب ويا دكتور دي بقى هي دي اللي اسمها الاشعه التداخليه؟ الاشعه التداخليه لعلاج الالم تمام. هي دي اسمها الاشعه التداخليه. الأشعة التداخلية احنا زي ما احنا شايفين كده دي أشعة صح؟ دي الأشعة العادية اللي هي الرنين المغناطيسي وعلى إيدك الشمال اللي هو دي الخطوات اللي بنعمل بيها الـ 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 الأشعة التداخلية لعلاج العمود الفقري ومش ضروري يكون على فكرة ديسك أو يكون في انزلاق غضروفي. هو في ناس عندها نفس الألم بتاعة العمود بتاع الديسك بس عنده خشونة. حضرتك لو الخشونة في نفس المفصل ده بتضغط على العصب هو الهدف واحد العصب طالما فيه ضغط عليه بيحصل فيه التهاب والالتهاب ده هو اللي بيسبب الألم. مش ضروري يكون الضغط من قدام ممكن الضغط من ورا نتيجة ان المفصل ده نفسه فيه خشونة عالية واخد بالك حضرتك. فمش ضروري يكون المريض عنده ديسك المفروض المريض ممكن يكون عنده ألم في رجله بس السبب فيه خشونة جامدة جدا في المفصل ودي برضو بنعالجها بالأشعة التداخلية والأشعة العلاجية اللي هي الأورسوفولت راديو ثيرابي.
احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور، ويعني واستفدنا واخدنا معلومات جديده عن موضوع يعني ممكن يكون جديد بالنسبه لنا وبالنسبه لناس كتير. انا متشكر جدا، وسعداء ان حضرتك دلوقتي من المانيا بقيت موجود معانا كمان في مصر علشان يبقى في العلاج الجديد بالاشعه التداخليه. شكرا لحضرتك. انا متشكر جدا، بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.